شهدت مملكة البحرين خلال عام 2022 حدثا وزيارة تاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والتي جاءت تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وهذه الزيارة أثبتت للعالم أجمع بأن البحرين مملكة السلام والمحبة والتعايش بين الأديان. فبعد مغادرة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أرض الوطن، احتضن متحف البحرين الوطني معرضا خاصا يوثق هذه الزيارة التاريخية. في الرابع من نوفمبر من عام 2022 شهدت مملكة البحرين زيارة تاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والتي جاءت تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ليحمل معه رسالة السلام والحوار وتعايش الأديان، وكرس ما تعرف به البحرين من أرض للسلام، ورسخ أهمية مساعي المملكة في تبني الحوار والتلاقي واحترام الأديان. بعد مغادرة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مملكة البحرين، احتضن متحف البحرين الوطني معرض خاص يوثق الزيارة التاريخية لأول حبر أعظم يزور البحرين، ليعيد الزائر لهذا المكان بالذاكرة للحدث التاريخي. يحتوي هذا المعرض على المنصة الخشبية اللي تحدث أمامها قداسة البابا فرانسيس، والكرسي اللي جلس عليه قداسته أثناء زيارته التاريخية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى السيارة اللي تنقل فيها قداسة البابا فرانسيس في أرجاء المملكة. ويتضمن أيضاً هذا المعرض مجموعة من الكلمات والصور والمقتنيات اللي تحكي عن الزيارة وتعبر عن أهميتها الإقليمية والعالمية، إذ تحتوي على بيان ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، والذي أقيم بمشاركة قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. هذا الحدث التاريخي وهذا التوثيق لمعرض زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يؤكد بأن مملكة البحرين أرض النور والمحبة والسلام والتعايش، فالعالم أجمع يشهد على تميز حضارتها وأرثها وتاريخها العظيم وعلاقتها مع الأديان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.